Good morning, how are you? كيفكم حلوين؟ Today we'll take letter U. Letter U. تعال نراجع مع بعض. الكابيتال letter الحرف الكبير. Small letter الحرف الصغير. Words كلمات. In English نكتب from left to right. عنا four lines. الكابيتال دائما from one to three. Letter U كتير حلو وسهل. عامل مثل الكاس المفتوحة. كاس. رح نيجي السطر الأول. أنزل الثالث وأطلع. هاي صارت كاسي راح ارجع انزل واعطيها سنه كم مره راح نجي من اول راح ننزل ونلف نلف نلف نطلع لفوق راح نرجع ننزل ونعطيها سنه مع بعض هاي فوق مفتوحه شفتوها في ناس بتحكي تمس عكس الان صحيح هي بتجي زي الان المقلوبه برضه بتزبط معك سهله بسيطه نمسك الاسطر وما نطلع منها سمول نفس الشكل لكن بين السطر 2 و 3 نمبر 2 نمبر 3 بين السطر الثاني والثالث رح ارجع الثاني بنزل الثالث برجع بطلع وبرجع بنزل بعطي سنة إذا نفس الشكل لكن بين الأسطر الثاني والثالث هي ماسكات بعض ما بنطلع ولا بننزل حتى السنة فوق السطر الثالث صغيرة أمورة ما لنا صحة كتير وما لنا حفة كتير انزل انزل لف 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 اطلع لفوق وارجع انزل واعطيها سنة مع الممارسة بتيجي معك منيحة تعال نشوف الوورد شو أول صورة عنا عندنا مظلية هي نفس الشمسية اللي نستخدمها أيام الشتاء تحمينا من المطر شو اسمها الشمسية؟ أمبريلا أمبريلا مظلية أمبريلا شمسية أمبريلا كاميرا ما يعيدوها أمبريلا شمسية أمبريلا شمسية طب تعال نشوف الصورة عندنا هون عندنا بينت متخبية هاي البنت شو بتعمل؟ بتتخبى وين بتتخبى؟ تحت الطاولة طب شو يعني تحت؟ بنحكي تحت الطاولة شو معنى نحكي تحت؟ أندر أندر معناها تحت أندر تحت أندر تحت تحت أندر تحت إذا عندنا أمبريلا شمسية عندنا أندر تحت طب تعالوا نشوف مع بعض شو نطقنا لتر يو داخل الكلمات شو حكينا هون؟ أمبريلا أندر طيب حكينا يندر لا حكينا إذا لازم نعرف إنه اللتر يو صوته داخل الكلمة يسمو يو صوته اسمه يو صوته إذا ما عرفنا صوته يا أول ما رح نعرف نقرأ صح فأنا لازم أول ما أشوف لتر يو داخل الكلمة رح أحكي اسمه يو صوته نعيد كم مرة صوت جدا مهم يا أمي معلش معنا بنحفظه مع التكرار اسمه يو صوته اسمه يو صوته هيك بنكون انهينا حرف اليو كتابته سهلة ومريحة لكن نحفظ صوته كتير ونهتم فيه وجود باي